السلام عليكم، مساء الفل على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمه على قناه الاهلي. تحيه كبيره لحضراتكم. النهارده حلقه مميزه بناء على طلب حضراتكم وخصوصا لصديقه البرنامج ام اسلام. بنبعت لك تحيه ونقول لك احمد النهارده معانا جاي يعمل لنا احلى فطير شرقي. كل اسرار الفطير الشرقي معانا النهارده هنا خاصة في مهارات عظيمة، وهيحكي لنا بقى ازاي بيعملوا العجينة ونقدر نشيلها ازاي، كل ما انتوا عايزين تعرفوه عن الفطير. سلام عليكم يا ابو حميد، ازيك؟ الحمد لله. منورنا النهارده. نورك انت يا شريف، مبسوطة بيك جدا. ده انا ما شاء الله، الله اكبر عليك حبيبي، ربنا يسعد قلبك يا رب. طبعا انت يعني عامل لنا شغل حلو، وعامل لنا النهارده فطير شرقي، وعامل لنا النهارده كمان العجينة بتاعت البيتزا الايطالي. بيتزا ايطالي، صح كده؟ صح. طيب هنتكلم الاول عن العجين. تمام. اولا احمد سندباد، شهرته احمد سندباد طبعا، يعني من محلات الفطير بقى اللي مشهوره، احنا كلنا بنحب الفطير الشرقي. هتابع لك انا اللي في الفرن ما تقلقش. خلينا بقى نشوف مع احمد كده المقادير. يلا نقول المقادير بتاعه الايه، الفطير الشرقي الاول كعجينه. بسم الله. بصوا اول انتاج لاحمد اهو، ما شاء الله ما شاء الله، بصوا كده، الله اكبر. تحب اجيب لك حاجه تطلع عليها على طول؟ تمام ماشي، حاضر. انا النهارده جايه اساعدك بس. بسم الله، نحطها على تمام. يلا بينا، استنى نشفه لك الاول. بسم الله، في ورق. يلا بينا. ايوه، تسلم ايدك وعينك. احلى يعني بيتزايا دي، بيتزا ايطالي. بيتزا ايطالي تمام. العجينه بصوا يا جماعه جميله وهشه وقطنيه رائعه ازاي، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا بتتقطع وهي سخنه كده انها تتكلم عن نفسها. كل الحاجات دي هنقول دلوقتي مقاديرها وحضراتكم هتكتبوا معانا علشان نبدا هنجهز دلوقتي واحده بس معاكم سريعا بالبسطرمه، عشان قلت له انا بحب اللي بالبسطرمه ودايما بتبقى حادقه احيانا في بعض الاماكن. بصوا بقى، احلى بدايه في الاول، وبعدين هنحط بقى عليها الاضافات الحلوه. انا عن نفسي بحبها بسطرمه، وبحبها بالبيض، وبحبها فيها فلفل طبعا اخضر، فيها زيتون خفيف، فلفل حامي كام واحده كده. نعمل عليك فطيره يا فندم ولا شرقي؟ اعملها شرقي. تمام. يعني براحتك زي ما انت عايز. انت نعمل شرقي الاول عشان احنا بادئين بالشرقي. تمام. وهنبدا دلوقتي كمان في العجينه بتاعته. وطبعا احمد هيقول لنا احنا نوع الدير نستخدمه بقى، قول لي في بالنسبه للفطير الشرقي اللي احنا عايزين نعمله بقى يا احمد. هو يعني انضف حاجه النجوم جولد. يعني المهم ان هو يبقى في عرق، في عرق قوي، دقيق قوي. بالزبط. صح كده. انا هقول لكم كل حاجه على الصفحه، هكتب لكم الانواع اللي قال عليها احمد بالظبط علشان حضراتكم تبقوا عارفينها، وهي انواع معروفه لينا كلنا. يعني دي الصواني بتاعتنا العادية، بتاعت البسبوسة، بتاعت الصغنونة اللي بنعمل فيها، بتاعت البيتزا العادية. عمل حط فيها زيت وعمل الفطيرة وطبقها. تعالى بقى قول لنا العجينة بتعملها ازاي على الكيلو دي بقى. كيلو دي؟ تمام. نعجن؟ كيلو دي، نحط كيلو دي 600 جرام مية مثلا. ماشي. نعجن عجنة خفيفة، ممكن نجيب بعض الحاجة نحط بيها دي. ايوه. تحب ادخل لك دي الفرن؟ لا لا، ولا عايز تديها لسه حاجه؟ هنعملها لسه حاجه. ممكن نحط مثلا كيلو دقيق. كيلو دقيق بالزبط. ماشي. ايوه. نقفل مثلا معانا عجينه البيتزا الشرقي، ما تاخدش غير ملح وميه وزيت زيتون. ملح وميه وزيت زيتون، قد ايه زيت زيتون بقى بتحط لها يا احمد؟ 100 جرام مثلا. 100 جرام، حلو قوي. لا هي دي ممكن تفتحها يبقى اسرع. تمام. ممكن بقى نقطع الكام واحده دول. يعني حابه ان نحط قرن فلفل حامي بقى مع اللي انت عملتها دي، تبقى جميله. الميه بقى شرط تبقى دافيه، يعني انا لو بعملها في الشتاء، سيبك من الصيف، احنا عارفين ان في الصيف. الشتاء هل انا محتاجه ادفي الميه شويه تبقى فتره؟ لا ولا ما بيفرقش؟ هي الفكره بس العجينه لما بتقعد في مكان في حر بتريح بسرعه. والراحه دي بالنسبه لك من وجهه نظرك انت كفطاطري المفروض تبقى دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ هي يعني حلوه ووحشه، حلوه بتدي فطيره حلوه لطعم الزبون، بس وحشه ممكن تقرفنا شويه في الشغل. ان انت تفردها. بالظبط. فهمتك، يعني هو لما بتريح معاه العجينه ما بيحبش، عشان لما يعرف يشتغل بيها تبقى ماسكه نفسها كده معاه في الشغل. تمام. طيب احنا بقى بعد ما بتتعمل العجينه بنكور بقى في ساعتها على حجم الصواني اللي هنعملها.
لا على حسب مثلا. ولا انت بتسيبها كور كبيره وبعدين بتبدا تقطعها؟ عشان بشوف مرحله التقطيع عندكم الاول. تقسيط. التقسيط دي اللي هي على قد كل فطيره قد ايه؟ تمام. نبتدي نقسطها بس مش اكتر. نقسطها على حسب ايدي اللي شغال. تمام. وبعد ما بتقسطها بقى بتعملها بنحطها بقى على زيت ونسيبها ترتاح قد ايه وقت؟ مثلا من 10 لنص ساعه مثلا. 10 دقائق لنص ساعه. 10 دقائق لنص ساعه. تمام. وبعدين نبدا نفرد فيها. انا شفتك فردت الاول هنا. ايوه عادينا. فرده مبدئيه من صح كده؟ تمام. تسيبها تريح. ممكن نشتغل بيها، ممكن نشتغل بيها على طول. طيب انا بقى هستسمحك في حاجه، احنا هننزل الاول مقادير الفطير الاول الاساسي. تمام. اللي عمله دلوقتي احمد، وهو عباره عن على الكيلو دقيق عندي 600 ملي ميه بس. حضراتكم عشان على حسب نوع الدقيق اللي هتستخدموه حطوا الميه زي ما حطها كده احمد بالتدريج. عندنا طب انت حاطط بيضه في الفطير الشرقي ولا انت مش في الفطير الشرقي؟ بتاخد بيضه بس في الاخر خالص. والله؟ اه. بتحطها لها امتى بقى؟ يعني هو لو بياض بيض احسن. لو بياض بيض احسن. احسن. طيب احط لها قد ايه على الكيلو؟ بيضتين مثلا؟ بيضتين مثلا. بياض بيضتين. بياض بيضتين. طيب بحطها في انهي مرحله؟ انت دلوقتي عجنت اهو. عجنت منين؟ على طول هنشغل عجانه نديها شديق تاني لو هي خدت ميه زياده. ونديها مثلا بيضتين. يعني لو في حاله يا جماعه لو خدت ميه زياده حضراتكم هتزودوا شويه دقيق كمان، وبعدين نديها بياض البيضتين ونقلبهم كويس. نقلبهم كويس. تمام. حلو. وبعد كده بنقسطها زي ما انت ما بتقول. بنقسطها. هات احط لك زي في الفرن. تسلم ايدك. هنعرض عليهم دلوقتي تقسيطها ازاي. تاخد قد ايه وقت في الفرن بقى؟ تاخدش ان شاء الله 10 دقايق. 10 دقايق. احنا ظبطنا يا جماعه التايمر قبل ما نبدا مع حضراتكم، ما كملناش ما شاء الله. بصوا البيتزا الايطالي طلعت رائعه ازاي. تحفه. بصوا العجينه ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بصوا جميله ازاي. هنعجنهم بردك العجينه الحلوه. حلوه جدا جدا. هنعجن كمان لحضراتكم العجينه الايطالي. احنا بدانا الاول بالعجينه الفطير الشرقي. احمد بيديله بياض بيضتين على الكيلو دقيق. لازم يكون دقيق قوي. وهكتب لكم الانواع من عندي ولعندي عشان حضراتكم تبقوا عارفينها. بياخد 600 ملي من الميه والملح. وبيحط قد ايه زيت زيتون؟ 100 جرام تقريبا يعني. مش شرط زيت زيتون، اي زيت ممكن عادي. اي زيت نباتي ما يجراش حاجه. وبتتخلط الاول، وبعدين اخر مرحله بتدوها بياض البيضتين صح كده؟ صح. تمام. طيب بعد كده بقى بناخدها بيقسطها. ايوه هنقسطها دلوقتي. هنقسطها دلوقتي يعني بيقطعها لاحجام. طب العجينه تقريبا وزنها يبقى قد ايه للفطيره الحلوه اللي انت عملها لنا في الصينيه اللي جوه دي؟ مثلا من دي مثلا 150 جرام ل 200 جرام. 150 جرام ل 200 جرام. حلو قوي. مش هتزيد عن كده. تطلع حلوه وال تطلع السمكه بتاعتها كويسه. نزود شويه ميه بشويه كده. شويه شويه لحد ما العجينه تلاقيها ظبطت معانا. حلو قوي. هنوريكم برده الشكل بتاعها هيبقى عامل ازاي. طبعا انت بتفرد العجينه دي الاول، وانت اكدت عليا فاكره انا ان الاطراف لازم تتفرد كويس. لازم ندوس عليها بالشوك. تدوس عليها من الشناب. بس كده العجينه ظبطت معانا. تمام كده نديها بس مثلا. بصي تحت حضرتك. بسم الله. نفتح كده ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم. تبقى زي كده. وريها لنا بقى. ماسكه نفسها كده. ودي باين انه قوي من الملمس اهو. هو هتلاقيه فارق. ممكن احنا نديها دلوقتي ايه؟ بيض البيت. اجيبه لك. حلو. لا موجود. تمام. عندك؟ طيب تمام. ما شاء الله. اجيب لك بوله كمان نظيفه. تمام. استنى اهي ممكن تكسر هنا. حاضر. عايزينها كده حبايبي؟ شوفوا كده احسن. بسم الله. تعالوا بقى هيدي بياض البيض اهو احمد للعجينه بعد ما قفلناها. دي بالنسبه لي معلومه جديده جدا يا ابو حميد. طب انت بتديها بياض البيض ليه بقى؟ بيخدم العجينه، يديها لمعه احسن. يديها لمعه احسن؟ احسن. لكن ما يزفرش، ما يعملش حاجه صح؟ الصفار هو اللي بيزفر. الصفار اللي بيزفر، معلومه حلوه برده. ما شاء الله، حطينا كده بياض بيضتين على الكيلو دقيق على 600 ملي ميه على الملح معلقه الملح وعلى زيت نباتي او زيت زيتون زي ما حضراتكم تحبوا. واحمد اهو بيخلطها بعد ما اتعجنت في اول مرحله واضاف لها بياض البيض. هتحتاج حاجه تاني؟ ممكن نعمل لك بغاشه دلوقتي. البغاشه انا بحبها جدا بصراحه. انا هاخد بقى القمر دي ما شاء الله. هحطها في التقديم عشان اصدقائنا بقى والاخراج يستعرضها. وهنا بص كده قول لي اطلعها لك بقى. لا لسه شويه. لسه شويه؟ لسه القشره الارض بتاعتها والعجينه لسه هناك. خلاص ماشي. اوكي
هي كده من بعد ما خدت البيض. ايوه. عايزه شويه دقيق تاني. عايزه شويه دقيق تاني بعد البيض. اه يعني القوام بتاعها بيطرى شويه، فاحنا ايه بنضيف لها شويه دقيق كمان صغيرين لحد ما تلم تاني وتبقى نفس القوام الاولاني اللي انت وريته لنا. بالظبط. كويس جدا. طيب قولي بقى بعد ما انت بتقصتها، معلش، تمام، اشيلها فين؟ احطها في صينيه واسيبها ترتاح بره ولا في الثلاجه ولا اعمل ايه؟ لو لو هتشتغل بيها على طول هتسيبيها بره، بس هنحاول نغطيها بكيس بوريتس تب اي حاجه، عشان لازم حاجه ما تعملش قشره، عشان العجينه ما تقشفش. ما تقشفش، تمام، ما تنشفش من الهواء. وبعد كده على طول بقى بنخدعها، اللي هو بنخدعها سنه كده بايدينا. نخدعها سنه كده بايدينا. ليه بنبططها زي كده مثلا؟ ايوه. وندوس على الشبك من هنا. ايوه تبطط بقى. وبعدين نشتغل بيه على طول. كويس قوي. ماشي. طب يلا نوريك دي. ماشي على مهلك. قولي بقى اكتر الـ الـ يعني انت كشيف بقى المفروض في محل فطاطري جميل، اكتر الحاجات اللي دايما بتجي لك طلبات عليها ايه؟ في الشرقي بالذات الحادق. هو الفطير الشرقي عشان مصريين مخترعينه مثلا. صح. تلاقيه شغال جامد. ايه اكتر مثلا حاجه بيجي لك مثلا بالفراخ، ولا اقول لك بالبسطرمه، ولا ناس بالسجق بقى، ولا والله حسب يعني، مش حاجه معينه. الاغلب ايه؟ اصلا بيبقى لي مزاج في الحاجات دي، فبطلب حاجه بحس ان انا حد غريب شويه، بس في ناس تبقى فاهمه ده. بس هو يعني كله عامه بيحب مثلا فراخ، كله بيحب البروتين. البروتين واللحمه اكيد، والسجق يجي عايزه ميكس تشيز مثلا، عايزه ميكس لحوم على حسب، اجبان او لحوم على حسب. العجينه بتبقى كده زي ما هي كده. بصوا بقى العجينه، بصوا بقى احمد بيعمل ايه. كده بيبدا يمسكها كده. ايوه. بيدور العجينه وهو ماسك كده ايه لحد ما تتكور كور كده. احنا قلنا وزن العجينه تقريبا يعني بالتقريب من حوالي 150 ل 200 جرام. 200 جرام. 200 جرام تبقى مظبوطه وتعمل صينيه كويسه. ما شاء الله. حتى في اي حاجه مثلا نشتغل بيها. ما شاء الله. هو بقى طبعا عشان ما شاء الله يعني انت بقالك كام سنه بقى يا احمد؟ بقالي حوالي 8 سنين. ما شاء الله عليك، ما شاء الله. حابب المجال انت؟ الحمد لله. الحمد لله. يبقى كده مثلا، بس ده ما يقلش عن 200 جرام. 200 جرام، حلو. كيلو مثلا هيطلع 7 عجينات. 7 كور من دول؟ 7 كور من دول. يعملوا 7 صواني حلوه. يعملوا 7 صواني. فطاير الحجم اللي احنا عارفينه، صح كده؟ نرجع للشرقي بتاعتنا؟ نرجع للشرقي بتاعتنا، بس طلع لنا بقى اللي في الفرن دي. عشان نشوفها معاك واجيب لك بقى طبق ليها، بس اما انت تقيه تطلعها وريهم الاول شكلها بقى هنا، عشان دي فطيره جميله شرقي اصلي. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه. بصي هي كده استوت من وش، بس لسه بصي الارضيه لسه بتاعتها بيضاء. هنسيبها شويه لحد ما نسيبها شويه بس وريهم ازاي عشان يفهموا. يعني اصدقائنا يبصوا معانا. تمام. بصوا هي من فوق مستويه وعايزه تلمع سنه كمان. تتلمع سنه كمان من بس الارضيه لسه بيضه. هنسيبها شويه لحد شوية. ما ايه شويه صغيره قوي. ماشي تمام. الفرن بقى شغله انا عندي في البيت على حراره كام بقى يا احمد؟ هو من 250 يعني ل 60 اقصى حاجه. عادي. اقصى حاجه في الفرن مهم قوي. طب هشغل ندخل فوق وتحت؟ فوق وتحت. وقبل ما ندخل اي حاجه الفرن يبقى سخن من قبلها. الفرن سخن بقد ايه؟ مثلا ربع ساعه تلت ساعه كده مثلا. ماشي. ربع ساعه عشان يلون معانا الفطيره بسرعه. يلون الفطيره بسرعه. ماشي اوكي. كده العجينه بتاعتنا اهي، هنحطها في الزيت معانا. لازم بقى كميه زيت حلوه، انا عارفه كده صح؟ مش شرط، عادي. يعني تقريبا قد ايه؟ ورينا كده بتبقى شكلها عامل ازاي؟ ممكن نمسكها كده من غير ما نحطها في اي حاجه. لو احنا عايزين نشتغل بقى على طول زي دلوقتي. ايوه. انا مش هنكر ان انت يعني ما شاء الله عليك صاحب الفضل بعد ربنا في ان انت خليتني ادور العجينه. لا وبعدين انا هخليها مفاجاه للناس، انا هنزل يعني الفيديو الصغير اللي احنا عملناه سوا واحنا قاعدين هنا في الميكنج عشان اصدقائنا يعرفوا. هو حد جميل وربنا هيوفقك ويكرمك ان شاء الله يا احمد. طب قولي بقى امنيتك ايه؟ انت ايه؟ اخلص جيش. وايه كمان؟ حاجه حلوه عموما انك تخلص الجيش يعني دي حاجة ان شاء الله. هنخلص الجيش. أيوة. ونشوف اعمل القناه تحتي ان شاء الله نفعلها ان شاء الله. ربنا يوفقك ويكتب لك الخير كله. كده عجينه شبكناها شبك خفيف. ايوه. بنفردها شويه ونسيبها تاني تريح. تقريبا قد ايه برضو؟ حوالي 5 دقائق بالظبط. ومفيش واحنا قاعدين دلوقتي هنهويها. ماشي واحنا قاعدين. طيب ماشي حلو قوي. نطلع البيتزايا. يلا نطلعها بقى. انا عملت لك طبق اهو جاهز.
ممكن نقدمها هنا على راحتك. واحنا ايه كده نزلنا مقادير الفطير الشرقي. انت اديتها حشو من فوق كمان يا احمد، يعني انت حشيتها فوق بس ولا جوه؟ لا هي جوه بس، البيتزا هي الشرقي. هي جوه بس البيتزا الشرقي. حلوه على فكره، حلوه بس عايزه توديها واحده. اوكي البيتزا الشرقي بتديها من جوه. انا شفتك اصلك حطيت على الوش شويه خضروات. البيتزا الشرقي بيتحط مثلا، في ناس اكتريه المحلات بتشتغل بيض من جوه، وفي ناس بتشتغل بيض من بره. فهمتك. بس هو الاحسن من جوه. جوه طبعا. حط الحشو، يمسك الحشو، نحط البسطرمه، يمسك الحشو ويدي الفطيره طعم حلو قوي. طيب الحشو بقى، انت ادينا فكره برضه كميه الحشو اللي بنحطها في الفطيره، المفروض ما تبقاش زياده صح؟ هو المعقول، معقول بسيط. كام حاجه كده موازنه من كل حاجه. بسطرمه ممكن نعمل فطيره بالبسطرمه كمان، الناس بتحب تفطر بيها جامد جدا. انا بحبها جدا اصلا. أيوة. وبعدين تاني حاجه السجق الاسكندراني، معلش عشان انا يعني ست بحب اهل اسكندريه جدا. السجق الاسكندراني رائع، بحبه بقى بالتقليدي، الفلفل زيتون. البسطرمه بحبها جدا طبعا. في اكيد ناس بتحب حشوات بالفراخ وباللحوم. اكيد. طيب عقبال بقى ما نسوي احنا اللي جايه دي قدامنا كده دقيقتين، هنستسمح حضراتكم ونطلع فاصل. بعد الاستراحه نرجع انا وابو حميد نشوط الشوط الثاني، نشوف هيعمل معانا ايه. في انتظار حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الاستراحه، وابو حميد طلع لنا اهو الفطيره. بصوا جمالها، بصوا بقى من الظهر كمان، بصوا بقت مقرمشه وذهبي وحلوه ازاي، تجنن. استنى اجيبها لكم الناحيه دي اهي، معلش ممكن. ايوه من الناحيه دي، الله ينور. شايفين الجمال؟ الله اكبر. حشو رائع، الحشو جوه مظبوط على فكره وحلو جدا، وتخانتها حلوه. وادينا عرفنا اهو مقدار العجينه. هتبدا بقى تعمل لنا واحده كده حلوه من اللي احنا ريحناهم دلوقتي، صح كده؟ تمام. هتعملها لنا ايه بقى يا احمد؟ اللي انت حضرتك عايزاه. هتعملي البغاشة؟ نعمل لك بغاشة. انا موافقه خلاص. يلا انا هسخن لك اللبن. طيب تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قول لي بس انت عايز لبن قد ايه؟ بسم الله. مش كتير برضك أنا. يعني كده شويه على قد الفطيره. كده حلو. تمام حلو. تقريبا قد ايه؟ كوبايه لبن مثلا؟ ده كوبايه تبقى كتير قوي. والله اقل. اقل بكتير. طيب ماشي، انا هدفي لك شويه اهو. انا بحبها كده ساده ولبن وسكر بس، بودره. وانت كمان؟ حاضر. المصورين بيقولوا لي وانا والله ماشي. ايوه بقى اسمها بغاشه، في بيتحط فيها كريمه. مش عايزين كريمه؟ ماشي. بنتشاور بس. ما شاء الله. اخدت بقى وقت قد ايه عقبال ما قعدت تعمل الفطير كده بقى يا ابو حميد؟ بالظبط قعدت 3 اشهر لحد ما اتعلمت. ما شاء الله ما شاء الله. ما انا هعملها لكم واحده باللبن، بس انا هسبقك وهاكل بيها دلوقتي، ولو سمحتوا ما يعني ما تبصوليش فيها. هتحاولوا؟ حاولوا ارجوكوا. يا فندم ده انتوا تنورونا يا فندم، ده على راسنا. كتير كده احسن اخراج يعني، واحلى ناس في الكنترول. بتشيل بقى انت الاحرف دي عشان ما تبقاش بقى ايه، عشان ما تبقاش معضمه مثلا من جوه. تتعضم. شوفوا يعني حاجات بسيطه بس جميله. تسلم ايدك. في ساعات بقى انت بتحشيها كريمه او كاستر. كاستر او كريمه او في راس البر. في ايه راس البر دي؟ قول لنا على طول بسرعه. دي مكسرات. ايوه عباره عن كريمه ومكسرات. كريمه بيضه. ايوه وغش. ومكسرات. بالظبط. وبتديها بقى ايه من فوق السمنه دي بقى؟ هي سمنه وعسل وسكر. سمنه وعسل. طب نوع السمنه بقى ما تقول لنا يا احمد، نجيب سمنه ايه نحس الطعم الحلو ده؟ هي يعني السمنه البلدي مفيش احسن منها. السمنه البلدي؟ البيضه دي. بالظبط. صح؟ وبعدين نديها بقى. طيب ماشي، دخلها الفرن طبعا فورا يا احمد. الحقني لحسن انا جوعت جدا. يا نهار ابيض. عارفين بقى طب هسالك سؤال، انت وانت بتعمل الفطير ما بتجوعش؟ خلاص اتعودت عليه بقى. يا شفتوا، انا بقى ليه سالت السؤال ده؟ لان انا لما بقف اطبخ ما بجوعش خالص، بحس ان انا مش قادره اكل. فانا قلت اشوف هل دي حاله صحيه ولا ده ايه؟ فقلت اسال احمد كده اشوف يعني، فلقيته هو في ناس كده يعني. انا بقى دلوقتي هستمتع بالاكل عشان هو اللي عامل الفطير، فانا هاكله من ايده، صح كده؟ ما اعرفش اكل حاجه كدا من ايدي خالص، مش بعرف ايه السبب والله، بس بنحاول. يلا بقى ورينا اللعبه بقى. بسم الله. لازم الاول الله اكبر. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يعني هو في لعب كتير جدا ما شاء الله. في ناس بتلعبون بيه بس. أيوة. مش لا كله مثلا. يعني ده على فكره ده صعب جدا اصلا، لعب الفطيره ده مش سهل يعني. يعني الواحد يتحكم في حاجه يعني لينه كده دي ما شاء الله عليك. عجينتنا سليمه، ممكن نشتغل بيها تاني والله. ما تترميش. اوكي
بنفرد بقى. بص هو بيتك ازاي بقى بالمردنه، المرحله دي مرحله مهمه قبل ما هو يفرد الفطيره قوي. طب انا لو في البيت بقى يا احمد ويعني امكانياتي على قدي، تمام، افردها ازاي بقى؟ اعملها ازاي؟ هنعجن العجينه بتاعتنا خالص اللي هي مثلا عاديه خالص اللي هي نفس المقادير ونفس كل حاجه. حلو. بس الفكره بقى هنسيب العجين يريح خالص، يعني ممكن في عجينه مريحه ان انت اقدر افرده. ممكن تمسكيه من كده اهويها كده. بصوا بقى الطريقه دي في البيت كده. طريقه سهله لحضراتكم لو انتم طبعا احنا مش يعني زي محلات الفطير، بس طبعا احمد بيقول لنا طريقه اهو بسيطه وجميله. بس هو عشان دي فعلا ممكن نشيل العجينه دي. ايوه نطلع لكم عجينه مريحه. ايوه طلع لنا واحده مريحه بقى عشان نفردها بطريقه البيت. يبقى احنا كده شفنا احمد وهو متالق اللبن غلي. قولي بقى بصب اللبن ده مغلي عليها بقى ولا ايه؟ اللبن ده المفروض نسيبه يهدى بس دقيقتين. انا سايبه لك اهو كتير. خلاص تمام. ناخد بقى احنا بالنسبه لنا العجينه، طب نسيبها تريح ايه نص ساعه مثلا؟ ايه على بسيبها ساعه، انا بسيبها ساعه بلاقيها حلوه قوي. ما على حسب درجه الحراره بتاعت البيت. لو في الصيف بسيبها كده ساعه بتبقى على الرخامه بره ممتازه. بالظبط. صح؟ طب بالزبط. لو في الشتاء تاخد وقت اطول؟ تاخد وقت اطول. فهمتك قوي. تمام. ايه. بنفرد بقى ونتك على الحروف عشان ما تبقاش تخينه الحروف. ايوه. ونبدا بقى ايه؟ طيب لو انا عايز احتفظ بيها في الفريزر ينفع يا احمد؟ يعني يوم او يومين مش يوم كتير. يوم او يومين في الفريزر بس. انت ممكن مثلا تجيبوا حركه الرفعه دي الرفعه الثانيه، هتفضلوا مثلا تحاولوا تجيبوا شويه لحد ما تكبر ايه. ايوه تفرديها كده. تمام. انت ممكن تيجي تجربي اهي. بصي بتيجي معاكي. ما شاء الله. ايوه بدات بقى اهي. بدات ما شاء الله. انت تجربي تيجي معاكي. ايوه في الحروف بقى مريح. تتهوى كده شويه. تضربي ايديك. بصي تتهوى كده عشان انتوا بقى ايه ما عندكوش مثلا فكره ترفعوا العجينه ازاي، ولو في حاجه جت كده بنروح منها. بالظبط. يعني في بعض كده. تمام. وتقفل عليها صح؟ تمام. تمام. انت بقى تهويها كده. نهوي بقى لحد ما انت تتعب. بقت زيها زي المتهويه. زي المتهويه هي يا جماعه. هو احمد بيقول لما يعني تريح. هشوف لك انا اللي في الفرن حالا. ممكن نقلبها بس. نقلبها. بس انا عايزه امسك التاني الجلافز التاني اقوى. الجلافز. هو جنبك بعد اذنك يا احمد. تسلم ايدك. هي كده فرغت كده اتنفخت. هي بقى لما تنفخ كده نعمل ايه بعدها؟ نمسكها نعملها كده. نقلبها. تسلم ايدك وعينك. ماشي. نقلبها وندخلها تاني. تمام. احنا هنا بس عايزين نعرفهم احنا مشغلين الفرن شوايه خفيفه وفرن. وفرن عادي. وفرن عادي. صح كده؟ تمام. طب اللي ما عندوش الشوايه بتشتغل مع الفرن، يشغل فرنه ومروحه وبعدين يبقى يديها اللون من فوق؟ يشغل المروحه على طول لحد ما تستوي. لحد ما تستوي. ماشي. عايز نبدا بقى نعمل لنا بقى حشو حلو بالفراخ. فطيرة؟ بقى انت بتقول اعملها. يلا اعملها فطيره بقى. اعمل لنا بقى بالفراخ. عندك سجق كمان زي ما انت تحب. شايفين الجمال؟ تسلم ايدك والله يا حبيبي. ما بتاخدش وقت كتير بصراحه وجميله. احنا بقى مستنيينك تعمل لنا دي وبعدين تعمل لنا مقادير البيتزا الايطالي اللي انت عملتها وطلعت منها البيتزا الاولانيه عشان اصدقائنا كلهم يعرفوا مقادير البيتزا الايطالي. هنحط دي الفطيره الشرقي. بيض ولا مش عايزه بيض؟ اول واحده بقى مخرجنا الجميل اللي هي اتعملت هي دي اللي هننزل ان شاء الله مقاديرها باذن الله. اتفضل. يلا يا احمد. تمام. ايوه. حط تاخد بيضه مثلا. بسم الله. انا بعمل زي كده في البيت. بس انا بحب احط البيض كده على الفطير. احلى حاجه. ناخد مثلا براحتك. خد الفراخ. اقرب لك بقى انا دول. حط لنا بقى شويه فلفل وزيتون كده. كام طماطمايه يعني كميه الفراخ مش كتيره ولا قليله على حلوه الكميه دي جميله حسب الفطيره. المقادير معانا اهي الحشو طبعا اللي عند حضراتكم ونقدر نستخدم الفراخ دي مسلوقه عاديه يا جماعه زي اللي احنا بنستخدمها عادي. ما بتعمل التونه والحاجات اللي ليها علاقه بفواكه البحر بقى. تمام. ما فيش بيض. لا دي بقى بتبقى يعني بيبقى وضعها ازاي؟ ما هو في حاجات بتفرق في التسويه يا احمد يعني. تمام. الكاليماري غير الجمبري غير الحاجات الثانيه. في حاجه اسمها السي فود عندنا بتبقى كامله. تمام. ايوه تبقى كاليماري وسبيت وجمبري. بتحط بقى جميع الاسماك. لا بتعمل ايه بقى؟ جميع الشيفات في العالم بتسوي المعجنات دي. حاجه الحشو بتاع المعجنات بتسويه بره. ايوه وتحطه يا دوبك يستوي بس مع العجينه. ياخد يشم النار بس مع العجينه. بالظبط. حاضر. اتابع لك انا العجينه. انا شفتها كده خلاص. انا بحبها مقرمشه اصلا. اصل الطعم بصوا بقى المحمر ده. بص كده. تمام. مع اللبن السخن عايز اقول لكم طعمه يجنن. بصوا كده ادي شكلها فطيره اهي. الله اكبر عليها.
واحنا سخنا لبن، انا ما حطيتش لسه حاجه فيه، لبن ده ساده لبن عادي، لان احنا هنحط سكر بودره. ممكن تديها بقى مسحه كده باربيكيو تدي طعم كده مع الفراخ دي، تحب ولا لا؟ ما تحب. طب ما بعد ما تطلع احسن. بعد ما تطلع خلاص ماشي. حلو قوي الفطيره دي، تسلم ايدك. البغاشه اهي هنكملها مع حضراتكم دلوقتي حالا حالا دلوقتي. الله، نقدمها هنا بقى يا احمد. تمام، اتفضل. ايوه، تسلم ايدك وعينك. عايز الرول؟ سكينه. عايز سكينه؟ ماشي، على ما في اللي فوقها. دي حلوه، دي حلوه اللي في ايدك دي، كويسه. قطعها لنا بقى. وانا هجيب الشوك من ورا. تسلتولي شوكه يا ابو حميد؟ كله تمام؟ شوكه وسكينه؟ تسلم ايدك. اللبن احنا غليناه، واحمد قال لي سيبيه يهدى شويه، فزي ما حضراتكم بقيتوا شايفينه كده اهو، ادي اللبن هدي، اقل من كوبايه لبن قال لي. حط شويه لبن بسيط جدا يعني عليها. خلي بالك انا بحبها مسقسقه في اللبن. زود اللبن لحضرتك. زوده شويه. عينينا. تسلم عينك يا احمد. شايفين الجمال؟ دي البغاشه. الله اكبر، يا نهار ابيض، اعصابي تعبت. وهديك بقى اهو اللبن كله. رش لنا بقى، انا بحب السكر زياده يعني. على الفطيره دي بس، ان انا في العادي ما بشربش سكر خالص، فزي ما تقول كده يعني بطلع نسبه السكر هنا في الفطيره دي بالذات، عشان كده ما باكلهاش كتير. تسلم ايدك وعينك يا رب، حلو قوي. تسلم ايديك، روعه. بتسيبها بقى، سيبها بقى شويه قد ايه تتشرب اللبن ده؟ دقيقه بالظبط. دقيقه؟ طيب خلاص انا هسيبها على مهلك، ولا يهمك عادي. خليها هنا، دي واحده هنا، المناديل جنبك يا احمد، على مهلك. ايوه نعم. يلا بينا نعمل البيتزا الايطالي لحد ما. ليه؟ عايزه هناك؟ حاضر حاضر، بس تبقى جميله. انتوا عايزين تستعرضوها؟ حاضر. حاضر، استعرضوها. طيب نعمل بيتزا الايطالي لحد ما. يلا نعمل بقى عجينه البيتزا الايطالي عشان اصحابنا يشوفوها، عشان هي اول حاجه طلعت واحنا ما قلنالهمش بتتعمل ازاي. هستسمحك انا اخد الكروت هنا واروح هناك. واعمل لنا بقى الدقيق عندك اهو، وادي الميه. البيتزا الايطالي هننزل مقاديرها، اللي هي اول واحده عملها احمد في اول الحلقه، هشوفها دلوقتي مخرجنا هيستعرضها. تعالوا نشوف المقادير بتاعتها. مقادير البيتزا الايطالي الاصليه، كيلو دقيق، وانواع الدقيق زي ما قلت حقيقة هاكد تاني، هنزلها لكم مع البوست بتاعها ان شاء الله، مع البوست بتاعي ده او مع الفيديو الصغير اللي مع احمد. كيلو دقيق 800 جرام من الميه، يعني قيسوها بال يعني تقريبا تطلع كام كوبايه يا احمد، ولا انت لازم تقيس بالمعيار احسن؟ 3 كوبايات. 3 كوبايات عادي. طيب عندي 40 جرام من الخميره، يعني لو الكيس يا احمد 10 جرام استخدم 4 اكياس. 4 اكياس حلوه. 4 اكياس على الكيلو؟ لا، في الكيلو الخميره كيس واحد. كيس واحد؟ كيس واحد. كيس واحد على كيلو الخميره، على كيلو اسفه الدقيق، يبقى عندي كيس خميره 10 جرام على كيلو دقيق على 20 جرام ملح. طب ال 800 جرام ميه دول مش كتير على الكيلو دي يا احمد؟ هتبقى لينه شويه. هتبقى لا، ما هي عشان بالظبط لو دي نجوم هياخدهم. فهمتك. هنا بقى احمد يقول معلومه مهمه قوي، انه الدقيق القوي يا جماعه، الدقيق القوي بيستقبل نسبه ميه اكبر، لكن الدقيق اللي احنا متعارف عليه الفاخر او 72% استخراج او اي دقيق خاص باي حاجه ثانيه هيبقى لين، هيدينا عجينه لينه. فتمام اوكي، وانا هاكد على النوع اللي انت قلت عليه اكيد يعني. عايز تقطعها بالربع ولا حاجه احسن؟ اتفضل. انا لازم ادوق البغاشه دي، هجيب شوكه معلش عشان ايه، انا ضعيفه جدا قدام. ممكن تدينا سكينه او مقص؟ حاضر. نعم، انتوا من عينيا. مقص اهو يا احمد، اتفضل. انتوا عايزين تدوقوا البغاشه، اسيب لكم حته، هسيب لكم فتفوته. فتفوته كويسه؟ شوف بقى الواحد لما ياكل والف عين بصاله في الحاجات. حاضر. انا مش عارفه هو مصر ليه اوديها هناك، مش قادره افهمه. يلا يلا يا احمد، احنا هنقفل العجينه دي وهودي دي هناك. تمام، واسمحوا لي. بصوا بقى، بصوا الجمال، شايفين؟ يا نهار ابيض. اي
ايوه بقى انا بحبها كده قوي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. حاضر. اقلب انا الفطيره في الفرن دي. ماشي اوكي. بصوا بقى بسم الله بسم الله. يا اخي بقى حلوه قوي. تسلم ايدك والله. بصي الفطيره بتاعتنا لسه هنقلبها على الخام. دي هنقلبها الناحيه الثانيه؟ اه نقلبها على الخام. اعملها كده. شوفوا قلبها، يعني احنا في البيت لازم نقلبها على الناحيه الثانيه لما تاخد وش بسيط كده. طيب انا هودي دي هناك بقى. عارفين فكرتني بالرقاق باللبن يا احمد. اه الرقاق باللبن. البغاشه دي الساده عملت بالظبط زي الرقاق باللبن القديم بتاع زمان. بالملي. هنوريهم بس قوام العجينه. تمام. عشان هي دي اللي عملنا منها. وقولي البيتزا دي ممكن احتفظ بيها في الفريزر بقى. ممكن البيتزا الايطاليه عادي مفيش مشكله. حلوه قوي. زي البيتزا الايطالي بس دي بنسيبها لسه هتدربها. طب خلينا الاول نستسمح حضراتكم في بريك. هنطلع لبريك هنرجع نشوف العجينه اللي كانت في الفرن من الفطير اللي عمله احمد والعجينه الايطالي البيتزا الايطالي اللي طلعناها دلوقتي نشوف عملها ازاي ونجمع مقاديرها مع بعض. في انتظار حضراتكم بعد الاستراحه. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه. احمد خلصنا العجينه الحمد لله اتعجنت وقسمها وبقى بصوا قوامها جميل ازاي وكورناها بقى الكور نفس تقريبا نفس صح المعيار بتاع نفس المعيار. يعني 200 جرام الوزن. طلع الفطيره. انا انت بتعملها بالقتنة بعملها بايد يعني كل واحد على حسب سبحان الله قدر يحبها ازاي. نطلع بقى الفطيره الحلوه الاول وتعالى بقى نشكل الايه البيتزا الايطالي الحلوه اللي انت مطلعها لنا دي. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اتفضل يا احمد. طبق اهو. الله اكبر. بتديها بقى انت مسحه زيت كده خفيفه سمنه او زيت اوكي عشان تتلمع كده وتبقى حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين الجمال كتير جميل ما شاء الله ما شاء الله. شكلها روعه وقرمشتها روعه والحشو فيها يجنن اساسا. يعني احمد عمل لنا النهارده شغل عالي بصراحه. دي اللي عملناها بالفراخ. دي اللي عملناها بالفراخ. اه حطينا معاها بقى الفلفل والحاجات. طبعا الحشو ده يرجع لحضراتكم زي ما تحبوا طبعا. ما شاء الله الله اكبر. لا عامل شغل حلو حماده بصراحه. حط لهم هناك. انت منورنا يا احمد. اه حطها بقى هناك هنا. ايوه تسلم ايدك وعينك. يا فندم اللي تؤمر بيه فندم. نرجع للبيتزا. مخرجنا انت بتتعب معانا وبتشوف الويل معانا فما ينفعش ان احنا اي حد في الكنترول نقول له اي حاجه. تسلم ايديكوا. بتفردها بقى قولي السماكه بقى وهل هي لما هسيبها في الصينيه مش هتخمر تاني يا احمد وتعلى سنه؟ تخمر. هتخمر وتعلى. تخمر وتعلى. المفروض تبقى قد ايه بقى؟ ممكن نعمل حاجه حلوه تخمر معانا بسرعه اسرع. قولي ايه هي بقى؟ نفرد البيتزا. تجربي حضرتك تفردي واحده؟ ايوه افرد واحده. حاضر من عيني. بسم الله. حاضر كده. انا بدورها كده هو ده الصح. ايوه ده الصح. صح مش المفروض ان انا اعملها بالطول وعرض ويمين وشمال صح كده؟ صح كده. طيب ماشي. طبعا الواحد يعني ايه لحد اخر يوم في عمره يتعلم صح كده. بسم الله الرحمن الرحيم. لحد بقى ما تبقى قد ايه يا احمد؟ لحد مثلا ما تجي بحجم الفورمة اللي احنا هنعمل فيها. اوكي. طيب احنا لو هنستخدم اللي هي ايوه الفورمات اللي انت بقى دلوقتي جايبها دي بتاعت البسبوسه والبيتزا وكده دي مقاس مثلا دي مقاس 31 31 دي بقى بالنسبه للعجينه دي كويسه وتطلع سمكتها حلوه؟ تطلع سمكتها حلوه. اه ماشي اوكي. ممكن نعمل بقى عشان هي كده الخميره اللي فيها عجينه لسه معموله ولسه بتشد شويه. اه الخميره الخميره ما لحقتش ايه تاخد وقتها في الخمران. ممكن نعمل حاجتين. اه ممكن نحطها في الفرن وتسيبها تريح. حلو. لما تريح هقدر افردها صح في الحروف وهتسكن كويس معايا. تمام. وممكن ممكن ندخلها الفرن. ايوه دقيقه واحده هتخمر على طول وتطلع. والله هو دافي كده؟ ده هو دافي. هايل برضو دي معلومه حلوه جميله لو انا مستعجله. ممكن نسيب دي بس ما تسيبوهاش طبعا لما تستوي. يعني هي دي صح هي دي بالظبط. ماشي فكره جميله. طب بالنسبه لعجائن البيتزا احنا امان ان احنا نشيلهم على قد الوزن بتاعهم
في اكياس في الفريزر وقت ما نعوزه نطلعها. اه لحد ما نعوزه نطلعها. خلاص امان. العجاين بتاعه الفطير الشرقي يومين في الثلاجه او يومين في الفريزر اقصى حاجه. بالظبط. طيب ماشي. طلع البيتزا. اوكي تسلم ايدك. خلاص هي دي اسابها ما فيش اكتر من كده وعايزه بس يا دوب تاخد حراره بس تدفى فتتسكر معاه كويس في حروف الصينيه. بصوا بقى سواء يعني حتى نبدا بقى بالصوابع كده شايفين نعمل العلو الخفيف اللي في الجنب ده قاطر احشي الجوانب دي يا احمد سوفت كراست نعمل لك دي سوفت كراست بتستخدم بقى الجبنه ماشي بتستخدم بقى الجبنه طب ورينا بقى الحروف عشان اصدقائنا اللي عايزين بقى الحروف محشيه تمام نعمل بيتزتين نسويهم سوا يلا بينا دي مريحه وقت حلو دي مريحه وقت حلو فمدياني بقى الحروف اقدر ان انا امطها براحتي واغلف عليها عشان طبعا ايه يبقى انا بعمل بقى الجزء ده شفتوا احمد عمل ايه ده بقى الباربيكيو صوص باربيكيو صوص بتاع البيتزا ممكن نعمله في البيت وممكن نشتري جاهز حلو قوي طب انت بتعمله هناك جاهز ولا بتجيبه بتعمله الله على حسب يعني ساعات انتوا حاجات جاهزه حاجات بسيطه قوي اللي بتتعاملوا فيها بتعملوها بايديكم يعني ممكن صوص البيتزا تعمله انت صح ممكن نعمله سهل ماشي اوكي لكن باربيكيو والحاجات دي يا جماعه بتبقى سهله بقى اسهل لينا طيب المقادير اهي نزلت معانا هقولها لكم حلو نعمل لك البيتزا ايه اعملها ستافت كراست بقى اعملها لنا باي حاجه حلوه اعملها بالسجق احنا ما عملناش يعني ممكن تعمل ميكس ايه رايك تمام سجق مع فراخ هيبقى طعمه حلو على فكره مع الباربيكيو بصوا كده عندنا الصوص بتاع البيتزا الايطالي الاصلي بيعملوه ازاي في محلات الفطير بيحطوا اربع طماطميات متوسطه الحجم معلقه صغيره من البصل الباودر معلقه صغيره من الملح معلقه صغيره من الريحان معلقه صغيره من الزعتر معلقه صغيره من الفلفل الاسود معلقه كبيره طعام من السكر معلقه صغيره توم باودر هي دي الحاجات اللي بيحطوها على الطماطم بقى بتاخدوها تضربوها في الخلاط ولا بتحطها زي ما هي على النار تغلي وتديها الصوص وتضربها بتاعت صوص البيتزا بنحطها على النار ونشيل القشره بتاعتها حلو كونكاسيه يعني حلو تمام وبعدين بقى في ناس بعدين تاخدوها تضيفوا عليها بقى الحاجات دي وتضربوها بالظبط اوكي ما بتسبكوهاش قوي عشان انتوا بتعتمدوا انها بتدخل فرن تاني صح كده؟ تخش فرن تاني اوكي بالزبط. حلو قوي ده كده احمد بيعمل لنا واحده ستافت كراست اللي هي فيها الحروف دايما محشيه جبنه يعني تنفع بالجبنه اهي المبشوره بصوا طيب هننزل لهم مقادير البيتزا الامريكاني انت كنت مديها لنا ننزلها بالمره وتقول لنا الفرق بينها وبين الايطالي ايه تمام سهل طيب يلا بينا ننزل مقادير البيتزا الامريكاني او الامريكي علشان هي معانا من ضمن الحاجات قولوها لي بقى من عندكم عشان هي مش موجوده عندي هنا يا ولاد هي عندي كيلو دقيق 750 جرام من اللبن بيضة 30 جرام من الخميرة محسن كيك و5 جرام ملح و5 جرام سكر دي مقادير البيتزا الامريكاني طب البيتزا الامريكاني بقى يعني بتختلف في ايه انا شايفاها مكلفه هي في العجينه بتاعتها هي مكلفه بس بتدي طعم مثلا احلى والله في ناس بتحبها وفي ناس بتحب البيتزا الايطالي الصغيره على حسب يعني انت تعتبر بتعجنها باللبن يا احمد بتعجنها بتعجنها باللبن بتعجن العجين نفسه بدل الميه يا جماعه باللبن بالظبط طبعا تبقى عجينه غنيه وجميله جدا يعني تمام احنا كده قفلنا الحروف بتملى بقى انت الحروف كويس صح عشان لما الجبنه تسيح تبقى ايه مديه العلو نفسه صح كده بالظبط كده نبدأ طبعا الصينيه مسحه زيت خفيفه وبنحشي الحروف كده نعمل حاجه حلوه برضك دلوقتي الناس كلها بتحبها اوكي اتفضل اوكي نقص على مهلك تسلم ايدك بالمقص بقى بص هو بيعمل شغل عالي جدا نقص الحروف كده بالظبط تطلع جميله جدا على مسافه مثلا ايه 3 سم ولا حاجه او 2 سم مثلا بالظبط ما شاء الله طيب بندخل بقى العجينه الاول قبل ما نحشي بتاخد نص تسويه ولا بنعمل ايه بقى لا هي العجينه هتستوي طالما العجينه خمرانه هتستوي على طول تستوي على طول تمام تمام حلو قوي الدنيا كده لسه نسكنها بقى كده في الصينيه حلو قوي انت بتاخد بقى كل واحده طب معلش بقى انتوا مع ايد احمد صح كل واحده احمد قصها طلع حرفها بيتنيها لقدام كده شايفين ازاي كل واحده احمد قص منها جزء بيتني الجزء ده على قدام
تطلع زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط كده. ماشي، انا هسيبه لكم كده مفتوح، انا هحطها لكم انا في الفرن المره دي، احمد بس يخلصها واحنا نظبطها بقى. حط بقى في النص الباربيكيو صوص على فكره. طب البديل يا احمد لو انا مش لاحقه اعمل صوص بيتزا يعني، والصوص ممكن ده ممكن اشيله في الفريزر عادي صح؟ بالظبط، ممكن نعمل مثلا كيلو نينو نص على حسب. فهمتك. ممكن استخدم كاتشب مثلا؟ ممكن استخدم كاتشب مثلا باربيكيو صوص او كاتشب بالظبط. يبقى حاجه اسرع يعني صح كده. او الصلصه ممكن اخف الصلصه شويه واضيف عليها كاتشب مثلا واحط عليها المنكهات دي؟ ممكن. طيب ماشي، يعني احنا بنحاول نسهل. حطينا اهو بصوا الفراخ المسلوقه، تقدروا بقى تعملوا حاجات حلوه. الحاجات دي على فكره يا اولاد في يعني حتى للولاد بيعشقوها، بيطلبوها من بره. احنا لما بنروح اي مصيف بنبقى عايزين ناكل فطير شرقي، وعاوزين ناكل فطير حلو، وعاوزين ناكل بيتزا، فيعني لا محاله ان احنا اكيد لازم هنعملها. يا سلام بقى لو هي كمان معموله كده. طب انا دلوقتي سويت البيتزا تمام وانا عايزه احتفظ بيها في الفريزر، ينفع؟ لا ما ينفعش. ليه بقى؟ عشان هي العجينه ليها مده معانا الخميره تروح منها. حتى لو انا سويتها يا احمد؟ حتى لا، لو انت سويتيها دي حاجه ثانيه عادي ممكن نسويها. لكن لو انا سبتها عجينه كده ما تنفعش. بس هو ده الكلام. عايزيني اشيل لكم دي؟ لا لا تمام. طيب كده احنا عملنا شويه الشيدر بقى، هنحط شيدر. غالبا اغلب الجبن اللي بتشتغل بيها انت بتبقى تقريبا رومي. هو رومي وموزاريلا اغلب الجن اكتر اغلبهم يعني، ما فيهمش شيدر كتير الا بالطبع. حد بيطلب بقى سوفت كراست بيتزا ميكس تشيز بيطلب منك ساعات ناس بالريكفر. ريكفر اصلا غبيه مفروم مع ريكفر ده ميكس يعني لازم يبقى في اضافه جبنه ريكفر معاه. تسلم ايدك. وعلى حسب بقى مثلا يعني احتفظوا بقى بواقي الجبن بتاعتكم، اضربوها وشيلوها في الفريزر، لما بتنشف بتبقى حلو، بتتحط اهي مع الفطاير بتبقى روعه صح؟ بالظبط. الفلفل الاخضر ده كمان الرومي من اجمل الحاجات اللي ليه طعم سبحان الله مع البيتزا، في كل حاجه بيبقى ليه طعم مميز حتى لو انا ما حطيتش فلفل الوان صح كده؟ بالظبط، عشان هو مثلا بتعمل انت حاجات بقى باللوتس والنوتيلا. والنوتيلا عايزين نعمل واحده حلوه. نعمل واحدة حلوة. نعمل واحدة حلوة كده بالنوتيلا. النوتيلا طب قولي بقى لما بتحطها في الفطيرة يا أحمد بتحطها إزاي؟ حطها لكم أنا. النوتيلا بتتحط بعد ما الفطيرة تطلع، نعملها فطيرة سادة خالص. يعني هو بيحط بيسوي الفطيرة الأول وبعدين يضيف عليها النوتيلا لما تطلع، صح كده؟ أو الكريمة الشوكولاتة يعني. كنا نعمل فطيرة بغاشة سادة خالص وبعدين نحط عليها النوتيلا. تفرد بقى على الوش بالزبط. وتحط مكسرات. صح كده؟ حلو قوي ده. حلو قوي الكلام ده. تسلم ايدك. اسمح لي اساعد في دي عشان نفتح الفرن يشوفوه تصوير حلو. بسم الله. حط واحده هنا اهي. بصوا كده. وبصوا الجمال ده. بصوا الجمال. شايفين؟ الـ 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 الحروف بقت عامله ازاي اللي احمد عملها وحشاها ستافت كريست رائعه. وادي الصينيه الثانيه. تعالوا بقى نقفل. ونروح نستعرض كده وننزل تاني مع حضراتكم حاجه حاجه المقادير عشان لو لسه حد منضم للحلقه يبقى عارف احنا عملنا ايه. احنا معانا النهارده احمد سندباد منورنا ومشرفنا، بيعمل لنا فطير شرقي. الحقيقه ما شاء الله عليه، قال لنا عجينه الفطير الشرقي. وتعالوا كده ننزل اول حاجه مقادير عجينه الفطير الشرقي مع الفطيره اللي بالبسطرمه اللي هناك، واللي عملنا منها البغاشه، واللي عملنا منها كمان الحشو الحادق اللي قدام حضراتكم ده حشيناها بالفراخ وصوص الباربيكيو والحاجات الحلوه دي. وكمان ادي العجينه، كيلو دقيق 600 مللي ميه، كيلو دقيق دي يا جماعه الدقيق القوي اللي احنا بنستخدمه ومعروف، هقول لكم اسمه لو سالتوني. وبيضه، بياخد بيضه كامله او بياض بيضتين على الكيلو، و5 جرام ملح. كده تمام؟ ده كده عجينه الفطير الشرقي. خلط كل حاجه احمد، وبعدين اخر حاجه اضافها بعد ما العجينه اتشكلت كانت البياض البيضتين. وبعدين سابها قرصها وعملها دواير من 150 جرام ل 200 جرام علشان تقدروا تعملوا الصينيه ال 31 او الثلاثينات اللي هي الحجم الصواني بتاعت الفطير الستاندر يعني. عايزه ننزل بقى دلوقتي البيتزا الايطالي في الفرن. نعمل واحده نوتيلا لحد ما تخلص. نعمل واحده نوتيلا يلا لحد ما تخلص. انا بقى هنزل مع حضراتكم مقادير البيتزا. هي اول واحده هنستعرضها اللي فيها شيري توميتو الحلوه دي. هنزل مقاديرها دلوقتي حالا. البيتزا الايطالي سهله وبسيطه، مكوناتها جميله جدا. هي عباره عن كيلو دقيق 800 جرام من الميه، وانا لما سالته الميه هنا كتير قال لي لا نوع دقيق ده قوي فبيستحمل ويستوعب الميه.
عندي 40 جرام من الخميره، بس هو قال لي على الدقيق لا 10 جرام، احنا عايزين نعدلها بعد اذنكم معلش. خليها 10 جرام خميره بدل ال 40 اذا تكرمتم، و20 جرام ملح. كده دي عجينه البيتزا الايطالي الاصل. هو بقى احمد اهو بيفرد واحده كمان، ونزلنا كمان العجينه البيتزا الامريكاني، وقلنا الامريكاني بيفرق فيه حاجه واحده البيتزا الامريكي اللي هي بتتعجن باللبن، يعني هو بياخد نسبه الميه بيحط مكانها لبن. قال لي ليها ناس بتطلبها وليها ناس بتحبها، واتكلمنا كمان لما العجينه بتبقى مرتاحه. اهي دي عجينه البيتزا الامريكاني، كيلو دقيق 750 مللي من اللبن، بيضه 30 جرام خميره، محسن كيك 5 جرام ملح 5 جرام سكر. قال لي لما العجينه ترتاح بتاعه الفطير الشرقي عموما بنقدر نريحها في البيت كده ونرحرحها على الرخامه ونفردها عادي من غير الحركه بتاعه الفطاطس، لكن طبعا هم مميزين بيها ما شاء الله. هو هنا احمد بصوا بيشيل الحروف دي اللي هي دي التخينه دي عشان ايه؟ عشان ما يخليهاش تبقى ناشفه شويه في الفطيره، خصوصا الحاجات الحلوه اللي هي الرقيقه اللي هي ما بقاش فيها حشو كتير زي البغاشه، صح؟ زي البغاشه والعجينه بتاعه اللي هي النوتيلا اللي بنحطها عليها نوتيلا او ايا كان، نوتيلا او لوتس او لوتس. وكده اهو والصوت جمال بيتني بقى. انت بتتني الحروف دي عشان تاخد الشكل، صح كده؟ بالظبط. وممكن عادي نسيبها في تطلع مربع احسن، تسيبها مربع. ماشي تمام، طلع لك مربع. ماشي خلاص، احنا كده بعد ما بتطلع احمد قال احنا بنحط عليها على طول الصوص بتاع الشوكولاته او الصوص بتاع اللوتس او المكسرات زي ما انتم عايزين. طبعا احنا دلوقتي يعني الوقت، اتمنى يا رب ان الحلقه دي تنول اعجاب حضراتكم. احمد سندباد بشكرك، نورتني وشرفتني، وانت مثال لكل الشباب المجتهدين المحترمين اللي بجد يعني بيشتغل وبيتمنى يخلص جيش. اتمنى ان شاء الله نلتقي بيك مره ثانيه وانت عندك القناه بتاعتك تكون خلصت الجيش وتكون ابتسامتك احسن واجمل من كده، ما تشيلش هم حاجه، صح؟ ان شاء الله. اسمحوا لنا بقى يعني نشكر احمد ونطلع للفقره الطبيه في انتظار حضراتكم بعد الفاصل.